للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور عمرو. الدولة المصرية استطاعت من خلال يعني تمكنها من إدارة المخاطر الاقتصادية وسن سياسات اقتصادية جديدة من شأنها أنها بتعزز قدرة الدولة المصرية على تخطي كافة الصعاب التي واجهتها وواجهها العالم من خلال الأزمات الاقتصادية. كيف نجحت مصر في التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية الدولية وأثرها على الاقتصاد المصري؟ بشكر حضرتك على السؤال، وبأكد على فكرة مهمة جدا، نحن لا نتحدث عن معدلات وردية في المطلق أو تحسن في مستوى المعيشة وانخفاض في الأسعار وتراجع في ظل أزمة عالمية كبيرة طاحنة بيكون فيها تحقيق هذه المعدلات، الحفاظ على المعدلات الموجودة أو تحسينها زي ما بتعمل مصر، هو ما يشبه الإنجاز، رغم أن العالم كله يئن ويعاني، رغم أن بالتأكيد معدل التضخم هذا العام في مصر هو أعلى من العام الماضي، ولكن لما نشوف حجم ارتفاع الأسعار في مصر ونقارنه بباقي دول المنطقة أو دول العالم، أو لما نشوف معدل النمو في مصر ونقارنه بباقي المنطقة وباقي العالم، نجد كيف أن الاقتصاد المصري أصبح قوي بالكيفية اللي تخليه يقدر يتعامل مع الصدمات الاقتصادية ومع الظروف والأزمات الطارئة بهذا الأداء وبهذا المستوى. وبالتالي لو خدنا الرقم بس 4.8%، هل هو رقم يتناسب مع الطموح المصري ومع الخطط اللي كانت موجودة عندنا في مصر في 2019؟ الإجابة لأ، وإحنا معدلات النمو كانت عندنا أكتر من 6% و6.5%. لما ناخد مستوى التضخم اللي هو 14% ونقارنه بطموحاتنا اللي كانت موجودة، لا، القيادة المصرية وعدت وأوفت إن احنا وصلنا لمعدل تضخم في 2019 كنا وصلنا إلى رقم أحادي وابتدينا نتكلم في 7% و5% والأسعار استقرت، ولكن بعد أزمتين طاحنتين متتاليتين على العالم، الكورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية وتبعاتها في أزمة الطاقة والغذاء، أن نجد الاقتصاد المصري يستطيع أن يحقق 4.8 وهو أعلى من كافة الدول البترولية، كافة الاقتصاديات المتنوعة اللي موجودة في المنطقة اللي عدد سكانها أقل بكتير من مصر، اللي صادراتها ولديها فائض في ميزان التجاري. فنجد أن تقرير البنك الدولي بيقول تحسن في معدل النمو، تراجع في عجز الموازنة، تراجع في العجز في ميزان لو حابين نسأل حضرتك دكتور عمرو عن انعكاس يعني هذا يعني النمو والتطور الذي حصل في الاقتصاد المصري وعن السياسات التي اتخذتها الدولة لمجابهة كل التحديات اللي حضرتك ذكرتها، سواء في أزمة كورونا أو في الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاس كل هذا التطور والنمو في الاقتصاد على المواطن المصري. رؤية الاقتصاد القيادة المصرية في أن يعتمد النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المشروعات القومية وعلى القطاع الخاص وليس القطاع الخاص فقط، هو واحد من أهم كلمات النجاح ومفاتيح النجاح لتحقيق هذه معدلات النمو. في الوقت اللي بيتراجع فيه القطاع الخاص بعض الشيء، بنجد أن الدولة لم تتوقف المشروعات القومية فيها ولو للحظة، لم يتوقف في عز الأزمة في الكورونا والعالم كله يغلق، كانت المشروعات القومية في مصر تعمل بكفاءة. تدخل الدولة، وإحنا شفنا تغيير القيادات، تغيير شامل للقيادات الاقتصادية في مصر في التغيير الوزاري الأخير أو في البنك المركزي وغيره، هذا التدخل هو اللي بينقلنا من يعني أرقام. نستطيع القول دكتور عمرو أن التدخل الذي قامت به الدولة كان في صالح المواطن وفي صالح الاقتصاد المصري بالإيجاب والتطور الإيجابي. شكرا جزيلا على كل أحوال ضيفي الكريم الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.